في المسائية. بين حسابات إدارة بايدن للانتخابات النصفية وحاجة الأوروبيين للطاقة، أي سيناريوهات محتملة بشأن النووي الإيراني؟ ومع تخفيض إمدادات الغاز الروسي لأوروبا وتسجيل التضخم أرقاماً قياسية، ما موقف القارة العجوز على أبواب الخريف؟ الأوروبيون يتجنبون السجال الصيني الأمريكي، فهل استخلصوا العبرة من الحرب في أوكرانيا؟ في المسائية، المعسكر الغربي، تناقض الحسابات بشأن الخصوم. المسائية تأتيكم يومياً الساعة 10 مساءً بتوقيت القدس الشريف.